جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مصر المستمع عبد البديع عثمان الأحمدي بعث يسأل ويقول: لقد اشتريت قطعة أرض في بلدي ووالدي كتبها باسمه، هل يجوز للإخوة البنات المتزوجين منذ فترة طويلة أن يرثوا في هذه الأرض، علما بأن ثمن الأرض من عملي خارج البلاد؟ نعم. يقول: لقد اشتريت قطعة أرض في بلدي ووالدي كتبها باسمه، هل يجوز للإخوة البنات المتزوجين منذ فترة طويلة أن يرثوا في هذه الأرض، علما أن ثمن الأرض من عملي خارج البلاد؟ هذه قضية فيها خصومة وفيها أطراف متنازعة، يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها. نعم.